الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. القتل لنا عادة، وكرامتنا من الله الشهادة. يشهد تاريخ هذه الرسالة السمحاء على أن الشهادة ليست أمرا جديدا علينا، لم تكن جديدة ولن تكون جديدة فيما يأتي. الشهادة هي الوسام العالي الذي يختاره الله سبحانه وتعالى لخاصة عباده، لمن يختار من عباده، لمن يتخذ من عباده. الشهادة أرفع وسام ممكن أن يحصل عليه الإنسان في هذه الحياة، لا نشك في ذلك. وكثير هم الشهداء في تاريخنا، على الأقل في تاريخنا الإسلامي، في تاريخنا الرسالي، من سيد الكائنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. يختار الله عز وجل أولئك الشهداء لأمور عدة، لإخلاصهم، لتضحياتهم، لفتح الطرق المسدودة، لتقدم الأمة خطوات كبيرة. الطواغيت يقيمون جدران وسدود لتمنع الأمة من التقدم، لتمنع الأمة من الوصول إلى أهدافها وتطلعاتها. وعندما يصل الإنسان إلى طريق مسدود في مكان ما، يأتي عبق الشهادة ليفتح ذلك الطريق ويمهد الطريق أمام الأحرار والمجاهدين، لكي يتقدموا خطوات وخطوات وخطوات ويساهموا في تقدم البشرية. شهداؤنا ومسار الشهادة لم يتوقف في كل الأزمان وفي كل العصور، لكن ربما هناك خصوصيات لأشخاص معينة تجعل من هؤلاء الأشخاص نماذج وقدوات ومتقدمين كثيرا على باقي الشهداء. حمزة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، الحسين بن علي سيد الشهداء وأبي الشهداء ورائد الشهداء ومن خط طريق الشهادة الوضاء ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا، في العراق، في البحرين، في لبنان، في فلسطين، في اليمن، في كل مكان من أصقاع الأرض. لكن شهيدنا الفقيه آية الله النمر الذي فجع العالم أجمع يوم السبت أو صباح السبت الفائت بنبأ شهادته الدامية الغادرة الفجيعة التي جعلت من كل الكون يتحدث اليوم عن هذا الشهيد العظيم. يتحدثون أعداء وأصدقاء، يتحدثون محبين ومريدين وعامة المؤمنين. ليس أول فقيه، ليس أول شهيد، ليس شهيداً عالماً مجاهداً
فقط آية الله النمر، لا، لكن هناك بعض الخصوصيات لبعض الشهداء تجعلهم يتقدمون المسيرة أكثر من غيرهم. سيد عباس الموسوي، الشهيد السيد عباس الموسوي، خط بدمائه الزكية ودماء عائلته خطا جهاديا لا زال يفور في وجه العدوان والظلم والطغيان وإسرائيل ومن ورائها. سماحة الشيخ النمر ربما كان مخلصا في حياته، في عمله، في عطائه، وكل من عاش أو التقى بهذا الإنسان العظيم يلمس هذا الجانب في شخصيته، بل حتى وإن كان سمع بعض مقالاته ومقولاته وأخلاقه وتعامله مع الآخرين يكتشف ذلك، يستنتج ذلك. لكن هل هذا وحده يكفي؟ لا، معظم الشهداء مخلصون ومعطاؤون في كل ما تحركوا فيه وآمنوا به وانطلقوا من أجله. سماحة الشيخ النمر قال كلمة في وجه سلطات عاتية باغية، أساس الإرهاب والتكفير ليس في منطقتنا فحسب، وإنما في العالم أجمع. ربما بالأمس لم يكن هذا الأمر واضحا لجميع الناس، لكن اليوم نشاهد هذا الطغيان. حتى الإسرائيليين يخافون أن يتعدوا حدودهم فيضبطوا تصرفاتهم بدرجات محددة لا تتجاوز المساحة والقدرات التي هم فيها. لكن آل سعود اليوم يعيثون في الأرض الفساد، لا ترى جريمة في العراق إلا وتكتشف وراءها آل سعود، لا ترى جريمة في سوريا الحبيبة إلا وترى خلفها آل سعود، لا ترى جريمة في لبنان إلا وترى خلفها آل سعود، لا ترى جريمة في البحرين إلا ووراءها آل سعود، لا ترى جريمة في اليمن إلا ووراءها آل سعود، لا ترى جريمة في باكستان، في أفغانستان، في الهند، في إيران، في أي من بلاد الأمة الإسلامية، مصر، تونس وغيرها، إلا وأصابع وبصمات آل سعود واضحة في تلك الجريمة. عندما وقف الشيخ النمر أمام هذه السلطة العاتية كان يعلم حجم هذه السلطة ويعلم طغيان هذه السلطة ويعلم ما هو مقدم عليه. وقفته كانت أكثر من كلمة حق أمام سلطان جائر عندما أحضروه في المحكمة وقال له القاضي هل أنت حرّت وتدخلت في شؤون البحرين وطالبت بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين؟ قال نعم، أنا ومن يؤمن معي وبطريقي نحن جميعا فداء لشعب البحرين، نموت ويحيا شعب البحرين. هذه الكلمة قالها أمام القضاة وأمام سلطان طاغي متجبر، ويعلم أن ثمن هذه الكلمة كبير. في سنة 2010 ربما آخر لقاء كان معه وكان في فترة مطاردته وغيابه، ذهبنا إلى المنطقة وسألت الأخوة إذا في مجال نلتقي بسماحة الشيخ، فطلبوا أن نتأخر إلى صلاة المغرب. جاءنا قبل الصلاة تقريبا بنصف ساعة في سيارته التي اعتقل فيها وحاولوا اغتياله فيها أمام بيت والده الكبير،
وأخذنا إلى دار والده. بقينا معه ربما ربع ساعة، ثلث ساعة أو ما شابه. كان معي الشيخ ياسر الله يحفظه، وكنا ثلاثة، نحن الاثنان وهو ووالده موجودين في ذلك المكان. هذه الثلث ساعة نحن نسأل عن أخباره ووضعه في هذا الحال وفي هذه الحالة. هو كل ما يريد أن يعرف أين وصلتم في البحرين، ما هي تطورات قضيتكم في البحرين. تلك الأيام أيام مؤامرة الحجيرة إذا تتذكرون، واعتقال الرموز والإخوة في السجن وما جرى عليهم، والتفاصيل كثيرة وأنتم تعلمون ذلك. كان قلبه ينبض بحقوق المظلومين في كل مكان، كان يسأل، كان يتابع، كان يتقصى. الفقيه النمر ليس فقيها فحسب، ليس مدرسا للخارج من أوائل التسعينات فحسب، ليس مديرا لحوزة علمية، ليس مجتهدا وآية الله فحسب، ولكنه شخص عالم مجاهد يؤمن بحقوق أمته وبضرورة التحرر من الطغيان والاستبداد والاستئثار الذي تمارسه هذه العوائل الحاكمة في خليجنا الإسلامي المظلوم. نعم، اليوم العالم، كل العالم يحتفل بهذا الإنسان العظيم. اليوم العصر كان عندنا مجلس فاتحة لروحه الطاهرة ولأرواح الشهداء الذين قضوا معه وباقي شهداء الإسلام. هنا نحضر الفاتحة أيضا. في أماكن أخرى الآن فواتح تقام لأجل هذا الرمز، بعضهم لا يعرف من هو الشيخ النمر إلا ما قرأ. غدا أيضا في مسجد أعظم هناك احتفال تأبيني للأخوة النيجيريين وآخرين. أيضا هناك أيضا في مسجد سلماسي أيضا مكتب آية الله المدرسي يقيم احتفال تأبيني فاتحة على روحه الطاهرة. هذه الخصوصية تجعل من الشهداء رموز في أمتنا، ويجعل الله سبحانه وتعالى يتخذهم شهداء ليفتح الطريق أمامهم. النقطة الثانية وأختصر حديثي، نحن نطالب بحقوق أيها الإخوة. نحن لسنا بدعا من الناس، لا نطالب بأكثر مما نستحق، لا نطالب بما ليس من حقنا. نحن نريد أن نعيش فوق هذه الأرض أحرارا كرماء، أو نكون تحتها أبرارا كما قال شيخنا النمر. لا نطالب بأكثر من ذلك. لم يرفع سماحة الشيخ الشهيد مطلبا واحدا يخص طائفته أو يخص قريته أو بلدته أو مذهبه. وكل شهدائنا كذلك، كل شهدائنا كذلك لا يطالبون بحقوق خاصة لهم، لكن نحن جادون في مطالباتنا. نحن ابتلانا الله سبحانه وتعالى بحكومات استبدادية تابعة للاستعمار، تميز بيننا وبين الآخرين، تستأثر في كل حقوقنا، تستبد بكل قرارات مصيرنا، تحاول أن تستعبدنا ما تستطيع، تسجن من تشاء، تقتل من تشاء، تهجر من تشاء، تبعد من تشاء، تفصل من تشاء، وإلى آخره. لماذا؟ لأننا نطالب بحقوق مشروعة، قالها الشيخ النمر ونؤكدها نحن في كل يوم ونؤمن بها. إما أن تعود هذه الحكومات الظالمة إلى رشدها وتعطي مواطنيها جميع مواطنيها حقوقهم المشروعة، وإلا فلن
نصمت ولن نسكت عليهم أبدا. قالها شيخنا النمر: إذا لم تسمعوا كلامنا ولم تتنازلوا وتعطون حقوقنا فإنا سنطالب بالانفصال عنكم. هذه المنطقة في يوم من الأيام كانت البحرين الكبرى، جاء المستعمرون وفصلوها على مقاساتهم، خلقوا بينها حدود وخلقوا في هذه الحدود تعقيدات وتعقيدات وتعقيدات. ونحن رساليون نتبع الأنبياء والرسل ونتبع قول الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لن نخشى الطغيان، لن نخشى حدودهم، نطالب بحقوقنا فإن أعطيناها، وإلا هذه المطالب ستتطور وسنطالب بالانفصال وسنعمل من أجل الانفصال وسنعمل من أجل القضاء على هؤلاء الطواغيت حتى نقيم دولة الحق كما قامت في الجمهورية الإسلامية في إيران تقوم في باقي أراضي وأرجاء أمتنا الإسلامية. لو تقتلون كل أبناء شعوبنا، لو تسجنون كل أبناء أمتنا، لو تهجرون كل أبناء أوطاننا، لن نصمت على إرهابكم، لن نصمت على طغيانكم، لن نصمت على استبدادكم. نحن أصحاب حق، نحن أبناء هذه البلاد، وأنتم طارئون وأنتم طارئون، ونحن الأبناء الثابتون الذين كانوا وسيبقون إن شاء الله، وسترحلون عاجلا أم آجلا سترحلون كما رحل الطغاة غيركم. أيها الأخوة المؤمنون، الشهيد الفقيد آية الله نمر النمر من الشهداء العظام الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بمجموعة من الابتلاءات. واجه سلطانا جائرا طاغيا مصدر الإرهاب والتكفير في العالم، وهذه حقيقة يجب أن يتنبه لها العالم أجمع. 2، واجه سلطات غاشمة جاهلية لا تعرف إلا السيف والسلاح ولا تفقه من شؤون الحياة إلا الإرهاب والطغيان وما شابه. واجه عائلة استبدادية ليس فيها ذرة من الإنسانية. إلى اليوم لم يسلم جثمان الشهيد وجثمان الثلاثة شهداء الذين معه: علي الربح ومحمد الشويخ ومحمد الصويمن. رسالتهم لنا جميعا أن هذه الأمانة تحملناها حتى اختار لنا الله ما اختار، سلمناها لكم، فماذا أنتم فاعلون بها؟ يوجد اليوم 4 أشخاص على قائمة الإعدام في السعودية، يوجد اليوم 6 أشخاص أو 7 أشخاص على قائمة الإعدام في البحرين. على قائمة المطلوبين والذين طلب المدعي العام لهم حكم الإعدام في شبه الجزيرة العربية 18 شخص. هؤلاء جميعا في أعناقنا. درب الرسالة وهو الأهم، درب الجهاد وهو الأهم، طريق التحرر والاستقلال وهو الأهم، درب المقاومة الذي اختط والذي نما وترعرع بدماء الشهداء أمانة لديكم، ماذا أنتم فاعلون به؟ هذه رسالة الشهداء، هذه رسالة الشيخ النمر. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.